فيروس. كان في ايريا اللي متحكمه في الفولونتري موتور اكتيفيتي، صح؟ الحركه الاراديه اللي انا بعملها كان اسمها ايه الايريا دي يا ترى؟ موتور ايريا 4 جدع، هي اسمها برايمري موتور ايريا، تمام؟ حلو قوي. وشفنا الايريا اللي ورا السنترال سلكس اللي كان اسمها بري سنترال ولا بوست سنترال؟ بوست سنترال جايروس. وكان فيها ايريا ارقامها ايه؟ 3 1 2، فاكرين؟ وقلنا دي متحكمه في ايه؟ في الموتور اكتيفيتي ولا في السنسيشن يا ترى؟ في السنسيشن، برافو عليكم. وقلنا لو حصل فيها ليجن هيحصل العيان نص جسمه هيشل ولا هيفقد الاحساس فيه؟ هيفقد الاحساس. وقلنا كونترا لاترال يعني على الاوبوزيت سايد هيمي انستيزيا، نص جسم البني ادم كانه متخدر مش حاسس فيه، صح؟ دول التو فانكشنال ايريز اللي خدناهم المره اللي فاتت. وقلنا ناخد بالنا من حكايه ان كل اريا بتكنترول الكونترا لاترال سايد، صح؟ حلو قوي. قال لك تعالى بقى نكمل النهارده. الاريا اللي انتوا شايفينها دي يا دكاتره اللي قدام الموتور اريا، طبعا احنا كل اريا زي ما قلنا المره اللي فاتت بنعرف فيها ايه؟ اول حاجه رقمها، الاريا دي رقمها كام؟ تاني حاجه مكانها، ماشي؟ الاريا دي مكانها فين؟ تالت حاجه اسمها ايه؟ رابع حاجه ايه الفانكشن بتاعها؟ خامس حاجه لو حصل فيها ليجن ايه اللي يحصل للعيان؟ انا قلت لك هجيب لك ان شاء الله الرسمه دي في الامتحان، بس من غير بالي عليها، مثلا مكتوب عليها A B C D كده، ماشي؟ وانت بتكتب بقى A D زي ما انت هتبص كده في السي تي بتاع العيان وتلاقي حاجه لونها ابيض، يعني ايه حاجه لونها ابيض؟ كده اورنج. او تبص تشوف حاجه لونها جري، يعني ايه حاجه لونها جري؟ يعني ثرومبس مثلا، وهكذا، ماشي؟ يبقى انت هتشوف مكان ما هتشوف الليشه بتاع عند العيان، مكان ما هتعرف العيان ده هيشتكي من ايه، واضح يا ولاد؟ طيب. يبقى احنا هنعمل بعد ما هحط لك الارقام اي بي سي دي، هعمل لك جدول كده تحت، واقول لك اريا اي دي رقمها كام يا ترى؟ واسمها ايه؟ وايه الفانكشن بتاعها؟ ولو حصل فيها ليجن العيان يشتكي من ايه وهكذا، واضح يا ولاد؟ يبقى دي كده الرسمه الاولانيه، والرسمه الثانيه زي ما قلت لك حاجه من حاجات العمل اللي اتفقنا عليها، خلاص؟ طيب. تعالى بقى نبص النهارده على مين؟ على الاريا الجديده. الاريا الجديده دي اللي قدام البري موتور اريا، ليه قلت هنا قدام ما قلتش ورا يا ترى؟ ازاي عرفت ان ده قدام وده ورا؟ قدام برافو عليكي في تو بولز، فرونتال بول وتمبورال بول. ورا عندي كام بول؟ بول واحد بس، قطب واحد بس الممبرين. فناحيتي قدام وناحيتي ورا، يعني الاريا دي تعتبر قدام اريا 4؟ اه. يعني قدام الموتور اريا؟ اه. فسموها بري موتور اريا، سموها ايه يا دكاتره؟ بري موتور اريا. رقمها كام؟ رقمها 6. محدش يقول لي ما راحت فين 5، ليه بقى؟ قلت لك ايه هما ما اكتشفوش الاريا سي بالترتيب، مش قلنا كده؟ قلنا كانوا بيسموا اريا ويخبطوها اي رقم كده. هو كده ماشي، وخلاص بقت يونيفرسال لانجوج، بقت الدنيا كلها عارفه الارقام دي، واضح يا ولاد؟ طيب يبقى دي كده اسمها بري موتور اريا، او اسمها الثاني اريا 6، ماشي؟ رقمها 6، حلوه قوي. قال لك دي مسؤوله عن ايه اريا 6 دي؟ قال لك دي مسؤوله عن البروجرامنج بتاع الموفمنت. يعني ايه بروجرامنج؟ متخزن فيها البروجرام بتاع كل حركه بنعملها. افرض انا بتعلم السواقه، لو انا قعدت قدام الدركسيون كده وانا ما بعرفش اسوق وحركت الدركسيون ونص بنزين ونص دبرياج والكلام ده كله، هل العربيه هتمشي من غير ما اعمل سيكونس معين للايفنتس دي؟ مش هتمشي، صح؟ لازم يكون عندي بروجرام انا مخزناه في دماغي ازاي انا بسوق العربيه، صح؟ فبالتالي نفس القصه، البروجرام ده بيتخزن في اريا 6، ماشي؟ يبقى هي مسؤوله عن ايه؟ البروجرامنج بتاع الموفمنت، بتاع كل بقى العضلات، صيانه العضلات دي اكسيال موفمنت، صيانه هي بروكسيمال نيرف موفمنت، وهكذا، خلاص؟ طيب، تعالى بقى كده قول لي لو العيان حصل له ليجن في موتور اريا 6، لو باظت عند العيان. دلوقتي طفل صغير كده بيتعلم المشي. لما يتعلم المشي اللي يحصل يتخزن جوه موتور
همشي اعمل هيل سترايك كده زي ما تعرفوا، اخبط رجلي في الارض وبعد كده انزل وهكذا. ودي طريقه المشي اتعلمتها وانا صغير واتخزنت في ووتر اريا 6. واحد بيشتغل بيانو بلاير ماشي، اتخزن جوه دماغه ازاي يعزف كده صح؟ لو واحد فينا قاعد قدام البيانو مش يقدر يعمل كده؟ اه يقدر، بس هل يقدر يعزف مقطوعه؟ لا ما يقدرش صح؟ ليه؟ ده اتخزن في موتور اريا 6 بتاعته والتاني مش متخزن خلاص؟ طيب افرض بقى العيال حصل له ليجن في موتور اريا 6 ده، العيال كان شغال سواق ماشي؟ وانا جبته قعدت قدام العرب قدام قعدت كده على ايه؟ على كرسي السواق، قلت له يلا ايه؟ دوس كده تي تي كده على الايه؟ هيدوس ولا مش هيعرف يدوس؟ هيدوس هو زي كده. هيبقى اقول له امسك الدركسيون حركه كده هيحركه، اقول له سوق بقى العربيه واطلع كده هيعرف يطلع؟ لا. يبقى العيان فقد ايه؟ البروجرام. البروجرام اللي كان متخزن جوه دماغه فقده، صح؟ اسال سؤال، هل العيان ده مشلول؟ لا، ده بيتحرك زينا بالظبط، صح؟ هل الراجل الرسام، الرسام اللي كان فات اخ ده، وانا جبت له ورق والوان كتير واديته الورق الالوان وقلت له اتفضل ارسم لي الموناليزا دلوقتي، هيعرف يرسمها؟ لا، انما يقدر يجيب دي ويقعد يرسم رسومات الشجره اللي احنا بنرسمها العاديه دي. اه فاهمين الفكره؟ البروجرام بتاعه باظ، واضح؟ حكايه ان العيان ما يقدرش يعمل بروجرامد موفمنت، موفمنت بروجرام معين في دماغه من غير باراليسيس، دي اسمها موتور ابراكسيا. اسمها ايه يا دكاتره؟ موتور ابراكسيا. يعني ايه موتور ابراكسيا؟ inability to do learned movement، حركه هو بيتعلمها كويس، بروجرام معين هو بيعرف يعمل، واحد شغال في مصنع مثلا معين بيقدر يشغل الماشين دي بطريقه معينه صح؟ واحد تاني يفقد بري موتور ايريا ما يعرفش